طب دكتور، انا كان نفسي الحقيقه اقعد مع حد من المتخصصين عشان اساله. حضرتك لما بتشوف النماذج دي وموجوده في كل مكان، واسماء واصوات جميله، وفي نفس الوقت بتلاقي انواع مش هتكلم عليها الحقيقه، لكن انواع موسيقيه واغاني بكلمات باداء غريب، رايك فيها ايه؟ انا لسه رايك الصريح مش طبعا الدبلوماسي. طبعا اصل دي يعني مهمتي في الموضوع يعني، بالظبط. وانا من الناس اللي بتحاول تقاوم الموضوع دوت. انا لسه كاتب مقالة في جريدة الاهرام بتتكلم عن الموضوع دوت، الألا وهي تأثير الكيميائي الموسيقي على البني آدم، على الإنسان يعني. دي نقطة مهمة جدا. بسمع ايه فجسمي بيفرز مادة ايه، فبيتغير سلوكي نتيجة الموضوع دوت. عظيم. دي نقطة علمية يعني، أبحاث مش كلام كده يعني. فكل اللي احنا سامعينه دوت نتيجة ان الشباب بتاع دلوقتي محتاج جسمه ياخد يعمل افرازات لهرمونات معينه تصحصح فيه القوه والحاله اللي هو فيها نتيجه ضغوطات كتيره قوي بتاعت الوقت ده. خلي بالك ان احنا والفن دايما مرايه المجتمع، احنا مرينا بظروف صعبه، بظروف كتيره، واحنا بنمر بظروف صعبه، حقيقي. عملنا ثورة وعملنا مش عارف كورونا وبعد كده حرب مش عارف ايه، ففي ضغوطات كتيرة على الشباب من جميع النواحي. فالشاب لا إراديا لا إراديا محتاج جسمه، هو مش عارف هو ليه بيحب الحاجة ديت، هو بيحبها عشان خاطر لما بيسمعها جسمه بيفرز المادة ديت، فبيحقق له حتة الـ الانتعاشة اللي هو محتاجها ديت تبقى زي المقدر يعني. بالظبط بالظبط. فدي ده على فكرة ده بحث علمي من ايوه يعني، بس أبحاث، حضرتك كده بتدينا امل ان لما الدنيا هتتغير وان شاء الله وتبقى افضل، هيحصل ده الذوق لازم هيحصل. هيرجع مرة تانية، يعني احنا مش هنفضل في هذه المرحلة من الاضمحلال للفن لا لا يعني. يعني عايز أقول طيب. لحضرتك يعني مثلا ما قبل حرب 67 كان الفن ماشي في اتجاه إيه، وما حقيقي بعد حرب حقيقي حقيقي 67 حقيقي. صح كان الفن صح كان صح ماشي صح في اتجاه ده، ورجع نتيجة بعد ايه؟ كده الدنيا بقت ان صح. الشعب خلاص مش محتاج، مش قادر على حتة ان هو لسه هيقعد يفكر حقيقي. ويتمعن لا هو عايز حاجة تخرجه من البتاع ده عن طريق ان هو لما يسمع حاجة صح او يتفرج صح على صح مسرحية او فيلم من فلاني، فجسمه صح يطلع الطاقة ديت او المادة ديت اللي تديله بس. ان شاء الله ان شاء الله. إلى عودة قريبة يا يعني رب ما حدش يقلق، ده لازم، ده شيء طبيعي جدا يا اللي رب. بيحصل ده. طيب انا بس نسمع عايز صوت، استاذنك في حاجه صغننه، اتفضل. من ضمن الحاجات اللي احنا يعني بنحاول نرسخها في الموضوع، ان في مسابقه ابداع السنه دي ايوه بتاعت الجامعات ايوه عملنا ان اللي يخش المسابقه يغني يا موشحات يا ادوار. الله، دي حاجة ففي عظيمة ناس طبعا. كتيره ايه ده، مش يعني عايزين نرجع؟ لا احنا مش عايزين نرجع، احنا عايزين نبتدي نعلم الشاب والولد الجميل دوت حقيقي الموهوب قوي ده انه حقيقي. يسمع حاجات قديمة فيتعلم، وبعدين بنطلب منه كمان ان هو يطورها ازاي. يعني انا مش عايز اسمعها زي ما هي، مش مجرد مش زي أداء. فرقة ام كلثوم وفرقة سوق عربية فاهمة. المايسترو حسين جنيد. على فكرة انا يعني انا تلميذ الله يرحمه حسين جنيد من عظماء الموسيقى العربية، يعني انه كان عنده حتة الابداع ديت، كان دايما يجيب التراث دوت يعني او مش الحاجات المطلوب ديت بس فقط ويعمل الحسن في لها الأداء، لكن إعادة المطلوب صياغة. كمان التطوير. بالظبط، دي خطوة فهي دي مهمة النقطة جدا. يعني اللي بنحاول نقاوم بيها الموضوع يعني. إن شاء الله.